بسم الله الرحمن الرحيم. انا هند حسين، استشاري التغذيه العلاجيه وتغذيه مرضى الكلى. بكلمكم من مستشفى اسكندريه للكلى والمسالك البوليه. هندردش النهارده مع بعض في تغذيه مرضى الكلى، وهنسمع اسئله حضراتكم. ولو وقت اللايف يعني ما اتسعش لكل الاسئله، اوعدكم ان احنا هنكمل اجابه على الاسئله من خلال صفحتنا على الفيسبوك باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. قبل اي حاجه بس عايزين نعرف يعني ايه موضوع تخصص التغذيه العلاجيه وليه في المستشفى هنا. تخصص التغذيه العلاجيه زي ما احنا فاهمين هو تخصص مستحدث جديد علينا، ظهر في مصر مش من فتره طويله، ولما ظهر في مصر ظهر لنا في صوره طبيب علاج السمنه او اللي احنا بنقول عليه دكتور الدايت. انما التخصص ده ظهر في العالم سنة 1974 لما جاء حد من الباحثين في مجال الطب اسمه تشارلز بيترورث، وقال يا جماعة خدوا بالكم ان مرضى المستشفيات، المريض اللي بيتحجز في المستشفى لأي سبب هو عرضة للإصابة بسوء التغذية، وان ده بيخليه عنده مشاكل كتير، منها احتمال ان قامته في المستشفى يكون أطول، منها ان ممكن يبقى لو عامل جراحة يبقى فيه احتمال كبير لتلوث مكان الجرح، منها كمان ان العيان ده احتمال تاني يرجع المستشفى، وكتير من المضاعفات اللي تكون موجودة عند المريض اللي عنده سوء تغذية. ومن هنا بدأ يبقى فيه تخصص تغذية علاجية لمرضى المستشفيات. يعني اول ما بدأ التخصص ده في العالم كان دوره كده ان هو يتواجد في المستشفيات عشان يقلل من المضاعفات اللي ممكن تصيب المريض. بعد كده بدأ يبقى فيه تغذية علاجية لكل فرع من فروع الطب، فأصبح فيه تغذية مرضى الكلى. فمن هنا جاء تخصص التغذية العلاجية في المستشفى بتاعتنا. طيب لما نتكلم عن مرضى الكلى، احنا عارفين ان في كلام كتير قوي ومعلومات كتير بنسمعها، منها المظبوط فعلا وله اساس علمي، ومنها للاسف اللي ما هوش صحيح. المعلومات الكتير دي عايزين نعرف يا ترى المعلومات دي اولا يعني هل تنفع لكل مرضى الكلى؟ هل مريض الكلى ايا كان المرض اللي بيعاني منه النصايح دي تنفعه؟ طيب احنا هنفرق الاول ما بين يعني مرضى قصور وظائف الكلى ومرضى حصوات الكلى. في مريض عنده قصور في كفاءة الكلى، والقصور ده ممكن يكون حاد بيزول بزوال السبب وممكن يكون مزمن، وفي مريض تاني بيبقى مريض حصوات كلى. لازم نفرق ما بين الحالتين كويس، لان النصايح اللي بتتعطى من المريض بتكون على اساس حاجات كتير، اهمها طبيعة المرض اللي عنده، العلاج اللي بياخده ايه، لو في امراض اخرى مصاحبة للكلى او لمشكلة الكلى يعني. كمان بيتوقف على لو هو قصور وظائف كلى، يا ترى المريض ده في اي مرحلة من مراحل قصور وظائف الكلى. فواحنا بندي النصيحة لازم نعرف المريض بتاعنا ايه انه فيهم. فيبدأ الناس يسألوا هو انا لو مريض كلى اكل ايه، ونبدأ نعلمهم ان السؤال ده لازم يتغير، لازم يبقى لو انا عندي ايه اكل ايه. طيب هنبدأ كلامنا الاول عن حصوات الكلى. خلينا نقول ان حصوات الكلى عندنا اربع انواع. النوع الاكثر شيوعا هو حصوات الاكزالات، وده النوع الاكثر شيوعا مش بس عندنا هنا في مصر، في العالم كله. فتبدا النصيحه دايما اللي تتقدم للناس في مجال الحصوات، اشرب ميه كتير، ويبقى العيان هو اللي حافظ النصيحه دي بس ومش عارف معاها ياكل ايه. فبما ان حصوات اكزالات الكلى هي النوع الاكثر شيوعا، هو ده اللي هنقول لحضراتكم بعض المعلومات اللي تخصه. انا هخلي النصيحه الشائعه نصيحه اشرب ميه كتير هي اخر حاجه بما ان كلنا عارفينها، لكن خلينا نقول انهم لقوا ان في بعض الاكلات مرتبطه جدا بالاصابه بحصوات الكلى بشكل بسيط، لان المركب الاساسي للحصوات اللي هو الاكزالات موجود فيها.
فمثلا لقينا ان من الحاجات الغنيه جدا بالاوكسالات هي الشوكولاته، فمبيض حصوات الكلى ما ينفعش ان هو ياكل الشوكولاته بكميه كبيره. وطول ما احنا بنتكلم هفكر حضراتكم بان الاكلات اللي هنقول عليها احنا ما بنطلبش من المريض ان هو يمنعها تماما، لكن احنا بنطلب منه انه يتجنبها. كلمه يتجنبها دي يعني ياكل منها بكميات بسيطه وعلى فترات متباعده. فالشوكولاته من اغنى الحاجات بالاوكسالات، وعشان كده بنقول المريض لازم تتجنبها قدر المستطاع. تبدا الناس تسالنا عن الدارك تشوكلت او الشوكولاته الغامقه، لان الناس كلها فاهمه ان هي النوع الاصح او النوع اللي يعني له على الاقل بعض الفوائد. فنقول لا، ده الشوكولاته الغامقه في المجال بتاعنا هنا او في قصه حصوات الكلى مش اختيار جيد، لانها غنيه اكتر بالاوكسالات. وبالمثل يجي عندنا كمان الكاكاو، ما هيش شيء مفضل لمرضى حصوات الكلى. طيب لقينا كمان ان او لقوا كمان يعني ان المكسرات من اكتر الحاجات الغنيه بالاوكسالات، ومن اشهر الحاجات هنا بقى في ثقافتنا في مصر السوداني. فبالتالي مريض حصوات الكلى ما ينفعش ان هو يصرف في تناوله او ياكله بدون حساب. الشاي والقهوه مش من المشروبات الصديقه لمرضى الحصوات. كمان بعض الأطعمة اللي طول عمرنا بنعرف إن هي غنية بالأوكسالات زي الطماطم، زي السبانخ، زي البنجر، مش من الأطعمة المستحبة لمرضى الحصوات. طيب يجي بقى السؤال، طب إحنا هناكل منهم على فترات متباعدة وبكميات بسيطة، لكن يعني نعمل ايه لو اضطرينا ناكل منهم؟ هل في اي توصيات نقدر نقولها؟ الحقيقه الابحاث اثبتت ان الكالسيوم الموجود في منتجات الالبان بيتحد مع الاوكسالات الموجوده في الاكلات اللي قلنا عليها في الجهاز الهضمي، ويخلص الجسم منها تماما قبل ما تمر الى الكلى، قبل ما توصل الى الكلى. وان الوظيفه دي سبحان الله بيعملها الكالسيوم الموجود في منتجات الالبان فقط لا غير، يعني احنا الكالسيوم اللي في السبلمنت او اللي في الادويه ما بيقومش بالوظيفه دي، لكن الكالسيوم الموجود في منتجات الالبان زي اللبن، زي الزبادي، زي الجبنات، لو اكلناه في نفس الوقت مع الاكل الغني بالاوكسالات سواء بقى المكسرات او الشوكولاته او الورق الاخضر الغامق زي السبانخ والسلق وكل الورق الاخضر الغامق ده، ايا كان الاكلات اللي هناكلها المليانه اوكسالات، لو اخذنا معاها في نفس الوقت حاجه من منتجات الالبان دي بتمنع مرور الاوكسالات للدم، وبالتالي ما بتوصلش اصلا كده. طيب في حد من الناس اهو دخلت، الناس بدات تدخل معانا، في سؤال، القهوه هل تسبب ارتفاع الضغط لمريض يعاني في قصور كلوي مزمن؟ القهوة ما بتبقاش السبب الأساسي. القصور الكلوي المزمن هو بيصاحب ليه ارتفاع في الضغط، ده هو غالبا بينتج عن ارتفاع في الضغط او هو نفسه يسبب ارتفاع في الضغط. فالقصة هنا مش قصة ان القهوة هي اللي بتسبب ارتفاع في الضغط، بالعكس هقول لحضراتكم حاجة، ان القهوة من المشروبات المفضلة عشان صحة القلب. يعني احنا كلنا دايما بنربط القهوة بارتفاع الضغط والاصابة بالجلطات والكلام ده، لا، هي الحقيقة القهوة من المشروبات المفضلة لصحة القلب. ومنظمة الصحة العالمية لما قعدت تبحث كده ايه افضل مشروب الناس تستفيد منه، مشروب سنجل لوحده بدون اضافات، كان القهوة. وكان في توصيات بشرب القهوه مرتين لاربعه في اليوم، فنجانين لاربعه في اليوم. ففي حاله القصور الكلوي المزمن القهوه مش هي سبب ارتفاع الضغط. طيب خلينا نكمل كلامنا. يبقى احنا فهمنا اول حاجه ان في بعض الاكلات هي الغنيه بالاوكسالات، وهي دي اللي احنا هنكون حريصين ان لما ناخدها مع منتجات الالبان. طيب ايه كمان؟ قلنا القهوة والشاي مش من المشروبات المفضلة. طب ايه المشروب الافضل اللي نحطه كاختيار كويس قوي لمريض الحصوات؟ الحقيقة لقوا ان المشروب ده هو عصير الليمون، ولقوا ان عصير الليمون من افضل المشروبات اللي تمنع تكرار تكوين حصوات الكلى عشان الحمض الموجود فيه. كمان لقوا ان الاصابة بحصوات الكلى بيكون اكثر بين مرضى السمنة، فلو كنت مريض حصوات وعايز تقلل احتمال رجوعها تاني فتبقى النصيحة الاقلال من
الوزن. نكمل الأسئلة بتاعتكم. النقرس له علاقة بتكوين الحصوة. في نوع من أنواع الحصوات هو مرتبط بارتفاع نسبة حمض البوليك أو بحمض البوليك. فما نقولش بقى إنه النقرس، يعني إذا كنا بنطلق كلمة النقرس على ارتفاع حمض البوليك فهنقول إن في نوع من أنواع الحصوات مرتبط بحمض البوليك. السؤال اللي بعد كده، في حد كاتب أريد أكلات تخفض نسبة، تقريبا هو يقصد الكرياتينين. لا، مفيش أكلات بتخفض نسبة الكرياتينين، لكن يعني الإجابة للي بيسأل، لما بيبقى حضرتك بتقصد ارتفاع نسبة الكرياتينين اللي بيكون مصاحب لخسوف وظائف الكلى. هو احنا بنعمل ايه؟ احنا لما تبقى الكلى فيها نقص في الكفاءة المفروض ان احنا بنفكر كالآتي. الكلى هي الفلتر المسؤول عن اخراج الفضلات البروتينية من الجسم، فالمفروض في الحالة دي اذا كان الفلتر ده بيعاني من مرض ما او من قصور في عمله، يبقى انا بنظم نسبة البروتين اللي داخله جسم العيان. فبنفصل للمريض نظام غذائي معتمد على وزنه، وبنحسب للمريض انه ياخد 8 من 10 جرام بروتين لكل كيلو من وزنه. يعني بشكل تاني احنا هنا بننصح المريض بتاعنا بالاقلال من البروتين، لان البروتين بيمثل حمل على الكلى في هذه الحالة. وبالاستمرار على العلاج وباتباع النظام الغذائي بيبدأ يكون فيه نتيجة تنعكس طبعا على الكرياتينين والبولينة في التحاليل بتاعة المريض بتاعنا. انما اكلات معينة تخفض الكرياتينين، لا، الكلام ده يعني ملهوش اساس علمي، وان كنت انا عارفة ان هو ايه بيبقى شائع بينا كده. في حالة الغسيل الكلوي، المرضى اللي بيعالجوا بالغسيل الكلوي بندي نسبة بروتين أعلى شوية من المرضى اللي بيتعالجوا بالوسائل العادية، لأن عملية الغسيل الكلوي هي عملية هدمية بتاخد من بروتين الجسم، بيصاحبها فاقد للبروتين وفاقد للعضلات. فدي الحالة الوحيدة اللي بنقول فيها إن هنا مريض قصور وظائف الكلى المزمن أو الفشل الكلوي بياخد نسبة أعلى من البروتين. تقريبا بتكون النسبة تصل إلى ضعف المريض الكلى العادي بياخده. بقالي أكتر من شهر عندي وجع في جنبي وساعات بيسمع في ظهري ورجلي، ودلوقتي بقى في ألم في أسفل الحوض. السؤال ده يسأل فيه أطباء المسالك البولية، وشكرا لمشاركة حضرتك. السلام عليكم دكتورة، هل يوجد علاج خاص لتفتيت حصوات الكلى بدون تدخل طبي؟ برضو نفس الإجابة. السؤال يعني في بعض الأسئلة يا جماعة، احنا هنا بنتكلم فيما يخص التغذية، لكن في بعض الأسئلة اللي هيقدر طبعا يفيدنا فيها هما أخصائي واستشاري الكلى والمسالك البولية. هل تكرار تكون الحصوة بشكل مستمر معناه قصور في وظائف الكلى؟ لا، مش معناه قصور في وظائف الكلى. ما هي طرق الوقاية من حصوات الحالب؟ هو الكلام اللي احنا بنتكلمه، النصايح اللي احنا بننصحها دلوقتي. زي ما قلت لحضرتك، الحصوات معظمها بيكون حصوات اوكزالات، فحضرتك اسمع معانا الفيديو، الفيديو هيكون موجود على صفحتنا عشان تسمع اجابة السؤال. برضو كنا بنتكلم عن كلمة اشرب مية كويس. احنا من اهم النصايح اللي بنقولها للمريض عشان يحمي نفسه من الحصوات اشرب مية كويس. وبتفضل كلمة كويس دي احنا مش عارفين هي قد ايه، يعني كل واحد فينا الكويس بتاعه قد ايه، ولا الكويس ده كويس لينا كلنا. الحقيقة الموضوع ده بيعتمد على الوزن، فالمفروض ان انا بشرب مية تتناسب مع وزني. الحد الادنى ليها هو 30 ملي لكل كيلو من الوزن. يعني لو شخص وزنه مثلا 100 كيلو محتاج 30 ملي لكل كيلو منهم، محتاج 3 لتر سوائل يوميا. ال 3 لتر دول بيزيدوا بزيادة درجة الحرارة زي اليومين طبعا اللي احنا فيهم دول. ال 3 لتر دول مش لازم يكون كلهم مية، لكن لازم نصهم على الاقل يكون مية. طيب
خلينا نكمل الجزئية اللي كنا بنتكلم فيها، اللي هي جزئية حصوات حمض البولي. كان في حد بيسأل عن الإصابة بالنقرس والفشل الكلوي. ارتفاع حمض البولي عن الطبيعي بتاعه ده ممكن يحصل لأي شخص، حتى لو ما كانش عنده قصور في وظائف الكلى وما كانش عنده حصوات. لما بنتكلم عن ارتفاع حمض البولي لازم نعرف برضو ان في اكلات معينة هي المسؤولة عن زيادة حمض البولي، وفي اكلات تساعدنا في التخلص منه. حمض البولي بيجي بنسبة كبيرة من تجديد الخلايا التالفة في الجسم، وفي نسبة بتيجي من الاكل اللي بناكله. الشائع عنه ان هو داء الملوك مرتبط باكل اللحوم، وان اللي عنده ارتفاع في النقرس ما ياكلش لحوم على الاطلاق. أولاً ارتفاع هو يعني المستوى الطبيعي أو النسبة الطبيعية بالنسبة للسيدات لحد 6 وبالنسبة للرجال لحد 7. لو طلع عن كده يبقى فيه ارتفاع في حمض البولي. لا، هو فكرة إن اللي عنده نقرس ما يكونش لحوم خالص هي فكرة مش مظبوط على الإطلاق. هو اللي عنده نقرس مسموح له بلحوم، سواء لحوم بيضة أو لحوم حمراء، شريحة في حجم الكف يومياً بالضبط قد كده، اللي هي لو وزناها بالميزان بتبقى حوالي 100 جرام. لكن فكرة إن هو ممنوع، لا، اللحوم مش ممنوعة إلا بعض الحاجات. يعني إيه؟ يعني الكبدة، الكلاوي، القلوب، الانترنال اورجانز او الاعضاء الداخلية دي مرتبطة جدا بارتفاع حمض البوليك او الاصابة بالنقرس، فهي دي اللي بنمنعها. كمان بعض انواع الاسماك، الجمبري، الكابوريا، دي بنمنعها تماما في حالة ارتفاع حمض البوليك. طبعا نصيحة شرب المية الكويس دي من اهم النصائح. وحاجة بقى اهم يمكن محدش من الناس كتير بيبقى عارفها، في الاكل اللي احنا بنشتريه من السوبر ماركت، الاكل المغلف، بعض الاكلات بيكون مكتوب عليها جمله اسمها هاي فركتوز كورن سيرب، يعني شراب عالي الفركتوز. دي بتبقى من محتويات العبوه وبتبقى مكتوب اسمها على العبوه. اللي عنده ارتفاع في النقرس او في حمض البولي لازم يتجنب كل المأكولات المكتوب عليها الجمله دي، لانها شوفوا حضراتكم احنا بنقعد نقول ايه، اللحوم، طب البقوليات، طب كذا، لكن قبل كل دول بيجي الهاي فركتوز كورن سيرب او المركب ده، اللي لو لقيت اسمه مكتوب على العبوه يبقى انا مش مفروض استخدم الاكل المكتوب عليه الحاجات دي خالص. طيب البقوليات، الفول، البسلة، العدس، اللوبيا، الفاصوليا البيضة وعلاقتها بالنقرس، هل لو أنا عندي حمض بوليك عالي أو نقرس أنا ممنوع منها؟ لا، أنا مش ممنوع منها، بس باخد منها بحساب. يعني إيه باخد منها بحساب؟ يعني لما باخد منها باخد 3 ل4 معالق، وبرضو على فترات متباعدة، يعني مش كل يوم. هل هي بتعلي النقرس؟ لا، هي مش بتعلي، لكنها بتمثل بروتين، والبروتين اللي احنا عارفين ان هو برضو بيبقى حمل مرهق على الكلى، فلا يحبذ وانا عندي ارتفاع في حمض البوليك ان انا اسرف فيهم. لكن بتعلي النقرس؟ لا، علميا هي مش بتعلي النقرس او مش بتعلي حمض البوليك. طيب حد كاتب متشكرين جدا لنصايح حضرتك فتذكيرك عفوا، اتمنى ان حضرتك تنزلي منشور في برامج تغذيه لمرضى القصور الكلوي المزمن وارتفاع نسبه الكرياتينين، بحيث يكون برنامج قليل البروتين. حضرتك لو دخلت على صفحه المستشفى عندنا على الفيسبوك هيكون فيها، يعني هي اوريدي بالفعل فيها نصايح كتير لمرضى قصور وظائف الكلى، والفتره الجايه ان شاء الله هنحاول نهتم بانزال بعض البرامج الغذائيه اللي تساعد قصور مرضى قصور وظائف الكلى. لكن تاني هأكد على حضراتكم ان مفيش نصيحة ثابتة لكل الناس، وان لو حبينا نتكلم كلام علمي صح، البرنامج الغذائي بيتحدد لكل مريض حسب وزنه وسنه وطوله والحالة الصحية. قصور وظائف الكلى ده 5 مراحل، يا ترى المريض في اي مرحلة ووسيلة علاجه ايه. طيب هل مياه الحنفية سبب في تكوين الحصوات؟ لا، مياه الحنفية مش هي السبب الأوحد في تكوين الحصوات. الحصوات ليها أسباب كتير جدا جدا جدا، لأن بعض مثلا الآراء تقول لا، المية المعدنية لو نسبة الأملاح فيها فعلا عالية بتكون من الأسباب، فلا، مش المية بتاعة الحنفية. طيب حد من الناس بيسأل على دواء للوقاية، يسأل فيه كده أطباء الباطن تخصص الكلى. حد من الناس بيقول هل كل مرضى الحصوات لديهم قصور في وظائف الكلى؟ لا طبعا، الحصوة في حالات معينة، وطبعا
اخصائي واستشاري المسالك البوليه يفيدوا حضراتكم في الجزئيه دي اكتر مني. اذا سببت انسداد وسببت نتج عنه ارتفاع في وظائف الكلى، بعلاجها بترجع وظائف الكلى زي ما كانت، لكن مش كل مرضى الحصوات لديهم كسوف وظائف الكلى. وان كان في بعض الحالات الحصوه اذا ما اتعالجتش صح بتسبب قصور في وظائف الكلى وبتسبب ميكروب عليها ومشاكل اكبر بكتير. لو الكرياتينين 4، ما هو النظام الغذائي المتبع؟ النظام الغذائي المتبع هيكون معتمد على وزن الحاله ووسيله العلاج. لو العيان مش بيتعالج بالغسيل الكلوي بنشوف الوزن كام ونحسب 8/10 جرام بروتين لكل كيلو من الوزن، ويكون نصهم بروتين جاي من مصدر حيواني. فالسؤال بتاع حضرتك هيكمله، وزن المريض كام؟ طيب خليني برضو اكمل، يعني لحد ما اسئلة حضراتكم تكتمل خلينا نكمل كلامنا من خلال الحالات اللي احنا بنشوفها هنا معانا في المستشفى ومن خلال اسئلة المرضى. الحاجات اللي بنتسألها كتير، مثلا سمعت ان مريض قصور وظائف الكلى او الفشل الكلوي ممنوع من الموز، سمعت انه ممنوع من الطماطم لا عشان الكلى، سمعت ان لا المانجا عشان الكلى. كل حالة يا جماعة من أهم الحاجات اللي بتخلينا نحكم على العيان هياكل إيه وما ياكلش إيه، التحاليل بتاعته إيه. في تحاليل مهمة جدا لمريض قصور وظائف الكلى لازم تتعمل، وتتعمل بشكل دوري أو روتيني، وتتعمل كل قد إيه. اللي بيحدد كده هو طبيب أمراض الباطن الكلى، هو اللي بيحدد العيان يعمل التحاليل دي كل قد إيه. أهم التحاليل دي طبعا هي البولينة والكرياتينين أكيد، لكن كمان الصوديوم البوتاسيوم الفوسفور من أهم، والكالسيوم من أهم التحاليل اللي بتوجهنا وإحنا بننصح العيان. فمن أهم الحاجات اللي المريض بيكون عرضة لاضطرابها هو اضطراب نسبة البوتاسيوم في الدم. البوتاسيوم هو واحد من أهم الأملاح في جسمنا، له علاقة بعمل العضلات والأعصاب، وبالتالي ارتفاعه وانخفاضه بيأثر بشكل سلبي على عمل العضلات، وأهم طبعا عضلة في جسمنا هي عضلة القلب. فإذا كان مريض وظائف الكلى تحليل البوتاسيوم بتاعه كويس بنسمح له بالفاكهة بقدر معين في اليوم، وما بيبقاش ممنوع عليه الأكل الغني بالبوتاسيوم. اللي هو إيه الأكل الغني بالبوتاسيوم؟ اللي هو الموز، ويمكن ده أشهرهم المعروف يعني معظم الناس، كده الناس بتسأل عليه. المشمش، الكانتالوب. لو كان المريض عنده ارتفاع في وظائف البوتاسيوم هنا بنمنع عنه الحاجات دي. امتى يبقى عنده ارتفاع؟ لو زاد عن كام؟ لو زاد البوتاسيوم عن 5.2 نبدا ان ده نقول يعني خرج عن الطبيعي، وطبعا اعلى من 6 بيبقى ارتفاع شديد. فلو كان مريض قصور وظائف الكلى عمل التحاليل وتحليل البوتاسيوم بتاعه كويس بنقول له لا انت مش ممنوع من الاكل العالي بالبوتاسيوم او الغني بالبوتاسيوم، لكن بنعمل له في النظام الغذائي بتاعنا عدد مرات لتناول الفاكهه وكذلك الخضروات النيئه، لان البوتاسيوم موجود في كل الفاكهه وفي كل الخضار، وطبعا النيه بتبقى تركيز البوتاسيوم فيها اعلى. اما لو كان مريض الكلى عنده ارتفاع في نسبه البوتاسيوم اعلى من 5.2 فبنبدا نمنع عنه الاكلات الغنيه بالبوتاسيوم، اللي هي زي ما قلنا كده الموز، الكانتالوب، البطيخ لا مش غني بالبوتاسيوم، الخوخ مش غني بالبوتاسيوم، المشمش طبعا غني بيه، الخضار الني كله بيتمنع. وبتبقى الطريقة المثلى للعيان في الوقت ده عشان ياكل بيها الخضار ان الخضار ده يتنقع الاول، بيتقطع الخضار كله كويس ويتنقع لمدة 10 دقائق في مية غزيرة، كميات كبيرة من المية يعني، وبعدين يتم التخلص من المية ويتنقع مرة تانية لمدة 10 دقائق تانيين في مية ونتخلص منها تاني، وبعد كده يتحط على النار. الطريقة دي بتخلي نسبة البوتاسيوم اللي في الخضار تقل. من اكتر الحاجات الغنيه بالبوتاسيوم واللي بنقول الناس يعملوا فيها النصيحه دي البطاطس. البطاطس من اكتر الحاجات الغنيه بالبوتاسيوم، فلما يبقى عنده مريض ارتفاع في البوتاسيوم ويسالنا اكل ايه وما اكلش ايه، فبنقول له في الخضار هتعمل الطريقه اللي حكينا عليها، وطبعا معاهم البطاطس. شكرا دكتورة، كان مقرب لي منظار لولوي لاستخراج الحصوة وتم التأجيل بسبب الكورونا، فتنصحيني بإيه خاصة عندي ارتجاع لأن الكلى تعباني؟ حضرتك اسمعي الفيديو بتاعنا من الأول هتلاقيه موجود على الصفحة، ويا رب يفيد حضرتك بإذن الله.
كمان من الحاجات اللي بنعملها في التحاليل تحليل نسبة الفوسفور، والفوسفور من أهم المعادن الموجودة في جسمنا، له علاقة قوية جدا جدا بالعظم، وارتفاع نسبة الفوسفور يؤثر على العظم بشكل سلبي. فلما يبقى نسبة الفوسفور كويسة في الدم برضو، واحنا بنعمل نظامنا الغذائي نحدد للناس الكميات اللي تاخدها، لكن لو لقيت ان الفوسفور نسبته عالية في الحالة دي في حاجات معينة لازم نمتنع عنها تماما. البروتين الحيواني كله غني بالفوسفور، يعني اللحوم الاسماك الفراخ غنيه بالفوسفور، فهنا لو الفوسفور عالي بنضطر ان احنا فتره نوقف للعين الحاجات دي لحد ما مستواه يرجع للطبيعي. ده بالاضافه لان بعض الحالات بينصح الطبيب بالادويه القابضه للفوسفور او المسؤوله عن تقليل نسبه الفوسفور. كمان البقوليات من اكثر الحاجات الغنيه بالفوسفور، فلو المريض عمل التحليل لقى الفوسفور عالي يبقى الفول، العدس، البسله، اللوبيا، الفاصوليا البيضاء مش من الحاجات يعني اللي المريض ياخدها. العيش البلدي والعيش السن اللي هم دايما مرتبطين في ثقافتنا ان هم يعني الاشكال الصح من العيش، طبعا الكلام ده لمريض السكر لمريض السمنه، لكن اذا عالي الفوسفور ما ينفعش ناخد الحاجات دي. كمان الكولا والمياه الغازيه اللي لونها اسود بسبب الفوسفوريك اسيد او حمض الفوسفوريك، طبعا لازم مريض الكلى يقلل منها قدر المستطاع، ولو في ارتفاع في الفوسفور تبقى ممنوع تماما. برضو انا شايفه كتير من حضراتكم بيسال اسئله، يعني كنت اتمنى اجاوب عليها، زي السؤال اللي بيسال عن الكيتوستيرول، يسال في كده دكتور الباطن. تكيسات الكلى عند الاطفال، هيجاوب على السؤال ده جراحه كلى ومسالك بوليه اطفال، هو ده التخصص المناسب اللي حضرتك استاذ محمود ممكن يعني تستعين بيه. طيب معلش مش يعني مش هقدر اقرا كل الاسئله اللي ليها علاقه بتخصص المسالك البوليه او جراحه المسالك البوليه، لان دي يعني مش هقدر اجاوب عليها. من الحاجات كمان احنا قلنا ان مريض خسوف وظائف الكلى لازم يطمن من وقت للتاني على نسبه البوتاسيوم، لازم يطمن من وقت للتاني على نسبه الفوسفور، وكمان على نسبة الصوديوم، الصوديوم اللي هو العنصر الأساسي في ملح الطعام. وهنا يجي سؤال الناس كلها، طب ما استخدمش الملح العادي واستخدم ملح الضغط أو ملح البوتاسيوم؟ النصيحة دي غير مظبوطة على الإطلاق لمرضى الكسور وظائف الكلى، لأن الملح اللي هما بيقولوا عليه الملح الصحي أو ملح مرضى الضغط معتمد على البوتاسيوم، وده ممنوع تماما نستخدمه لمرضى الكسور وظائف الكلى. طيب العيان الضغط العالي وعيان كسور وظائف الكلى وكمان عيان الحصوات دايما بينصحوا إن هما يقللوا الملح في أكلهم، فبيبقى سؤال العيان أقلل يعني آخد قد إيه؟ وطعم الاكل استحمله ازاي؟ طيب الجايد لاينز او التوصيات المثبته علميا بتنصح مرضى كسور وظائف الكلى انه ياخد يوميا نص معلقه شاي لمعلقه يحط فيها الملح بتاعه، يعني يجيب معلقه الشاي ويحط يملاها نصها او بالكثير كلها وتبقى ممسوحه، ويحطها في طبق على جنب كده، وهو ده القدر المسموح له بيه يوميا يعني على مدار اليوم. طبعا ده بالاضافه للاقلال من الاكلات الغنيه بالملح زي المخلل زي الرنجه زي الحاجات اللي زي كده. احنا بنتكلم في احط ملح قد ايه على اكلي، فاحنا بنعلم الناس كده واحده واحده ان انت بتجيب معلقه شاي وتملى نصها للمعلقه كلها وتبقى ممسوحه بالملح، وهو ده اللي حضرتك بتضيفه على مدار اليوم، سواء بقى هتقطه هتحط على الخضار على فول على ايا كان. يعني تحليل نسبة الصوديوم من أهم الحاجات اللي العيان لازم يعملها من وقت للتاني، وبرضو بتوجهنا في توصياتنا للمريض. طيب الناس فعلا بتسمع الكلام وتقلل نسبة الملح في الأكل، لكن بيبقى طعم الأكل بالنسبة لهم مش مقبول، ويمكن ده يخلي البعض يقلل من أكله. طب إيه الحل؟ الحل ده استبدل الملح ده بتوابل تدي الأكل نكهة من غير ما تزود نسبة الصوديوم في الدم، زي مثلا الزعتر زي الريحان زي بعض الخضروات اللي بتدي طعم الاكل زي الكرفس البقدونس الشبت الحاجات اللي زي كده.
فبدل ما اضيف الملح ممكن اضيف التوابل دي، ما بتسببش اي اذى للكلى وفي نفس الوقت بتدي نكهه طيبه للاكل. المشكله ان بعد ما العيان بيسمع كلامنا وبيجي على نفسه بيحاول فعلا يغير ويتجنب الاكلات الحادقه، بيقع في غلطه كبيره انه ما بيبطلش تناول الاطعمه المحفوظه. يعني ايه؟ يعني الاكل يا جماعه اللي جاي ملفوف ورقه، الاكل اللي طالع من المصانع، الاكل المغلف مليان صوديوم، ففي الوقت اللي العيان فيه بيحاول ان هو يلتزم على قد ما يقدر ويسمع الكلام بيفضل ياخد من الاكلات المحفوظه. للاسف كل الاكلات المحفوظه دي داخل فيها عنصر الصوديوم كماده حافظه، فنلاقي حاجه اسمها صوديوم مونو جلوتاميت او نلاقي الصوديوم نايتريت. الصوديوم هنا داخل كماده حافظه، وبالتالي في الوقت اللي بنلتزم فيه ونبطل نحط ملح كتير على اكلنا وما ناكلش اكلات حادقه، انا ممكن اخد باكو بسكوت ولا كيك مغلف ولا اي حاجه من الاكلات المغلفه، الصلصات اللي بيكون فيها نسبه عاليه من الصوديوم، يبقى انا ضيعت اللي انا بعمله. يبقى ينصح دايما مرضى الحصوات ومرضى قصور وظائف الكلى ايا كانت المرحله اللي هم فيها بالابتعاد تماما عن الاطعمه المغلفه، الاطعمه اللي طالعه من المصانع اللي بيشتريها من السوبر ماركت، لانها غنيه بالصوديوم كماده حافظه. مش بس غنيه بالصوديوم، دي كمان بتبقى غنيه بعنصر الفوسفور، واحنا كنا لسه بنقول ان تحليل الفوسفور ده من افضل الحاجات او اهم الحاجات المريض بيعملها من وقت للتاني. فكمان الاكل المغلف ده غني بالفوسفور، عشان كده لا يفضل على الاطلاق ان مرضى قصور وظائف الكلى ايا كانت الوسيله العلاجيه ليهم ان هم ياكلوا الاكل المغلف. ودايما النصيحه اللي ما بيختلفش عليها اتنين لمرضى الكلى فيما يخص التغذيه، خليك في الاكل الفريش، الاكل الطبيعي اللي ربنا خلقه، وابعد تماما عن الاكل المغلف. نكمل اسئله حضراتكم كده. هل هناك اكلات او مشروبات تساعد على تحسن وظائف الكلى؟ فكأننا هنا مثلا بنسأل على حاجه زي الصمغ العربي مثلا. في بعض الابحاث وابحاث كتير كمان تقول ان الصمغ العربي يساعد في الحفاظ على وظائف الكلى. مش هنقول بالنسبه لمريض الكلى انه بيحسنها، مش هيخلي الكرياتينين يرجع للطبيعي، لكن على الاقل في ابحاث كتير قالت ان بعض الحاجات الطبيعيه، زي ما بقول لحضراتكم كده ابحاث كتير اجمعت ان الصمغ العربي بيحافظ على وظائف الكلى من انها تتدهور. في حاله ارتفاع نسبه الكرياتينين واليوريا في ادويه بتقلل النسبه دي او حتى نظام غذائي؟ طبعا في ادويه بتساعد في انها تقلل النسبه دي بالاضافه للنظام الغذائي. وخلينا نقول بس ان النظام الغذائي يا جماعه ما بيكونش يعني العلاج البديل، لكنه بيساعد مع الادويه في اكيد وجود نتائج احسن. حتى في مرضى الغسيل، لان الناس بتتخيل ان مع بدايه الغسيل الكلوي المريض من حقه ياكل اللي هو عايزه، يعني الامر الحقيقه مش كده. الغسيل الكلوي فقط بيسمح للمريض انه ياكل نسبه اعلى من البروتين اللي كان محروم منه قبل كده، لكن مفيش شك ان نوعيه الاكل اللي المريض بياكلها ما بين غسله والتانيه ليها علاقه كبيره بنتيجه الغسله هتبقى ايه. ودايما لما نقرا كده في الابحاث او يعني الورقات الطبيه نلاقيهم يكتبوا لنا جمله ما بتتغيرش، ان العين لما بياكل بنظام ما بين الغسلات بيفيل بيتر، بيحس بتحسن. وكمان بيقل احتمال المضاعفات عنده، يعني بتقل عنده الإصابة بمضاعفات الفشل الكلوي من ناحية تأثيره على العظم وغيره. حد بيسأل على البوليسيستيك كيدني أو تكيسات الكلى، هنا برضو يسأل فيها جراحين الكلى والمسالك البولية. الحلفبر والبان الذكر من الحاجات اللي عليها اقاويل، اراء قالت بتفيد او ابحاث قالت بتفيد وابحاث قالت لا ما منهاش اي فايده، عشان ابقى واضحه يعني مع حضراتكم. فلا ما فيش جزم بان الحلفبر ولبان الذكر هيفيد، لكن خلينا نقول ان اتليست او على الاقل يعني لو مش هيفيد هو مش هيضر. فانما ان كل الابحاث اجمعت ان الحلفبر والبان الذكر بيفيد، لا المعلومه دي ما هياش مظبوطه، ومش في كل الحالات، لان برضو احنا مش هننسى ان مرضى الكلى ممكن يبقى في عندهم مشاكل تانية زي مثلا امراض في القلب زي السكر، فالحلفبر واللبان الذكر زي ما الابحاث الطبية بتقول مش مفيدين في كل الحالات.
يعني اتمنى ان انا اكون في ال 37 دقيقه اللي فاتوا غطيت مع حضراتكم بعض الاسئله اللي بتدور في ذهنكم عن الاكل ومرضى الكلى. دائما الكلام عن مريض الكلى واكله ما بيخلصش، ودائما النصايح مرتبطه بالحاله ومرتبطه بتفاصيلها، سواء تفاصيلها الاكلينيكيه او العلاج او التحاليل. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا. تابعوا صفحتنا، صفحة المستشفى على الفيسبوك، وإن شاء الله هتلاقوا عليها اللي يفيدكم. شكرا جزيلا وكل سنة وانتم طيبين.